عام على حرب السودان، من يسيطر على الميدان؟ تتغير خريطة السيطرة الميدانية مع استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 من أبريل الماضي، ويزداد الجدل بشأن حقيقة الغلبة على الأرض، خصوصاً مع اشتداد المعارك في مدينة أم درمان الاستراتيجية. الأسلوب القتالي الجديد للجيش الذي أضحى يميل إلى العمليات البرية بعد أن كان يراهن على الطلعات الجوية، مكنه من استعادة مواقع حيوية كانت تسيطر عليها قوة الدعم السريع في أم درمان، خاصة منطقة السوق الشعبية والمنطقة الصناعية. وتسيطر قوة الدعم السريع على مقر الإذاعة السودانية في أم درمان منذ اليوم الأول للحرب، وتنتشر في عدد من أحياء المدينة، كما أنها نفذت محاولات متعددة للاستيلاء على مقر سلاح المهندسين الواقع جنوبي المدينة. معركة القواعد العسكرية. منذ اندلاع الحرب سعت قوة الدعم السريع للسيطرة على مقر سلاح المهندسين التابع للجيش السوداني في أم درمان، لكن محاولاتها فشلت فضربت حصاراً محكماً على الجيش في تلك المنطقة. ويسيطر الجيش على منطقة وادي سيدنا التي تقع في أم درمان وتعد من أهم القواعد العسكرية لأنها تضم قيادة سلاح الجو. ومنذ اندلاع القتال ظلت قوة الدعم السريع تحاول عبور جسر الحلفاية من ناحية الخرطوم بحري شرقي النيل للوصول إلى منطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان غربي النيل، لكن الترسانة العسكرية التي ينشرها الجيش صعبت المهمة. من يسيطر على العاصمة الخرطوم؟ قوة الدعم السريع أعلنت أنها تسيطر على أكثر من 90% من مناطق الخرطوم، مشيرة إلى أن الجيش يسيطر على مواقع محددة فقط. وفي الشهور الأولى للحرب سيطرت قوة الدعم السريع على القصر الجمهوري وعلى مقار عدد من الوزارات ومطار الخرطوم الدولي، ويسيطر الجيش على منطقة الشجرة العسكرية جنوبي الخرطوم، بينما تحاول الدعم السريع الاستيلاء عليها لتسهيل إحكام سيطرتها على القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم. صراع على الولايات. وفي أكتوبر الماضي كثفت قوة الدعم السريع عملياتها العسكرية في عدد من ولايات دارفور، وتمكنت بالفعل من السيطرة على 4 من أصل 5 ولايات في دارفور. ولا يزال الجيش يبسط سيطرته على ولاية شمال دارفور فقط التي تضم الملايين من ضحايا الحروب الذين احتموا بها هرباً من القتال الحالي والقتال الذي اندلع عام 2003 واستمر حتى سقوط نظام البشير عام 2019. ووفق أرقام الأمم المتحدة أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع حتى الآن إلى مقتل أكثر من 12,000 شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين شخص على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون شخص لجأوا إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا.